طيب قبل ما ادخل في تفاصيل التدريب الاهلي النهارده، كان في زياره مهمه جدا من الكابتن محمود الخطيب لمشجع نادي الاتحاد السكندري اسلام محمد زكي. الف مليون سلام عليك يا اسلام. النهارده كان في زياره من الكابتن محمود الخطيب، قدامكم على الشاشه طبعا في احدى المستشفيات هنا في القاهره، وكان كمان موجود الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. والكابتن الخطيب اكد بشكل مهم جدا على توفير الرعايه الطبيه اللازمه في زيارته لمشجع نادي الاتحاد السكندري اسلام محمد زكي. هو الوحيد اللي بين المصابين اللي لسه مازال في المستشفى لتلقي العلاج، الحمد لله كلهم خرجوا بسلام، لكن لسه مستنيين نطمئن على اسلام. دي طبعا نتيجه الاحداث اللي شهدتها مباراه السوبر لكره السله بين الاهلي والاتحاد والتي لم تكتمل يوم 24 ديسمبر. الكابتن الخطيب التقى باسره اسلام واطمأن عليه وتمنى ليه الشفاء العاجل وكل الدعم والمسانده من جماهير النادي الاهلي ومسؤولي الاهلي وكل القطاعات الرياضيه لاسلام. الف مليون سلام عليك، نطمئن عليك، وان شاء الله باذن الله كل الاتصالات الجاريه ما بين اداره النادي الاهلي مع اداره الاتحاد السكندري مع الحاج محمد مصلحي للاطمئنان على مشجع نادي الاتحاد اسلام محمد زكي، ان شاء الله قريب جدا نطمئن عليه ويخرج بالسلام بسلامه. وان شاء الله كمان يعني المباراه بقى ايا يعني كانت تتلعب ما تتلعبش، مش ده الهدف ومش ده مش دي النقطه المهمه الفتره الجايه، اهم حاجه نطمئن على اسلام، وبعد كده اي قرار ياخده اتحاد السله حتى لو الاتحاد ياخد البطوله قصه مش هتفرق معانا، اهم حاجه سلامه الجماهير سواء جماهير الاهلي جماهير الاتحاد جماهير الزمالك اي جماهير، كلها في النهايه بنشجع او كلنا في النهايه منتميين لجمهوريه مصر العربيه.